قدوميها قبل كا ساحل علي محمد علمي يدوق مجالدا ببرع عبد الشكور محمود حسن عبد الشكور عدين وهليو مركيلها هوتيلدا مانسور يدل كجمهورية الصومالية يا مانتا وشيرو دجا دجا هوتيل عصوب الله قلت لك دل حيس كي يقوس ياش الله يرادو مانسور كلاب مانسور نيفر كلاب هو كوي علمني على حبت قلب هذا مجالدا ببرع قدوميها قبل كا ساحل يدوق مجالدا ببرع يا لبو دوبا شيء جاي نسيوه ينسو دوين يا نسمها يمالك شيء جا هوتيل كاسي عصوب علينا على دل حيس كا وأي شيء جاي نسيوه وين وكتر الدونا علينا على سوتشي سد دل حيس ياش كاي من عيوه دم دا دوكا إذا مر كاسي نسمع دوين ووقف ريتل كان جمهورية دا سومالي لان وأنا يوغو باقين دلك مواطنين تاعنا يمالك شيء نوع أنا وخلاء عيوه دك كشتان إذا مر كان يوغو علينا عود عيدي أروجين إذا يسوي دويان هذه أتمنى كوبا قاعدين يا هو الله مسكين سياسة كان هو حلها ما أنت بالبرو ما بحنا سياسة واحد بحثي إذ مالك شتى أو هدي بيدن كده انتفاعنا كلا صوب هذا تل كان هدي بيد يقول حد يسيء هدي بيدن كده اللي هي بالعيسى صوصع حلي كده شو أنا سبب مني بس ما أنت واحد أوفى صحنا إنه وجهدة بدأ نحدا ده يكون بيننا اسمه سوليه هاي إنه مالك شرطه انتفاع صدقه أو أيدد وأنا هدتك كلامه أيكون سوي هرتان أو أيكون سوي هرتان أيانو ما أنت وقولي حد جينا أنا وقمة هاد علينا هتيجي سفرها بدن له سيد ودلك وقاهمنه سيبان ولي بقولي شو صاره دمنا بربرة ما قبل كان ساحل إنه نقضه جن عصلها كوعان كه إنه هتيجي سكشرطه سيا إنها عالم كويس وعجان. وفيها هوتيل هذا مانسور يدرك الجمهورية دا سومنا عبد القادر حاشي يا يسقون الشجرين نعود عين الدنيا رويهين إن الاسماء هوتيل قاسية يدك دقوه الجريان يعني استمر قاسينا وودك أما درك الجمهورية دا سومنا لوكاير قلو بلا يسقو سوي لوبان استمر قاسينا يسقو ما درك دل حسياش أيه اللي بقوس ياشو. دي عند درك أنا آمنه هم البعيد كصوب حي هم البعيد صقرة درك عند درك هذا سوق اللي كارك أنا بحكره. إنه إن نسوق الصنانو أو إن الله إن أبورك كل صنانو أيه أباهنا عد كلام ما بهني وحين إنه كده قاعد نبغى نقصن كرنا بضاع بلارم ما نقتل بيجنا وحنا الله إذا في رجعنا إنه إنه وضع ما تغنى إنه نحكى كشاهين مع المعلم كامل وإنه رو ما عندي حلقة نقبل لهن أيه فيلم كسارو أيه ما عندي حلقة مارس سيدا بربرة بطل على أو تايم أنت إن لو صاروا ويا رسل ما إنه مالي مرق وحنا وإنه يمسح وإنه قلنا إنه aadi aan waxba ma hadsantihiin waxaan leenahay dadka kale ee dibadda ku nool waran maxaa soo yeeray maxaa soo dheer looma baahneen maxaynu qabsan karaan weeyaan shaqada markaan bilaabay mushaar baan ku jeeyay ayaan ka qaadin jiray baa mushaarka muso keenay mid walba waxay soo hara ayaan meel ku dhisin jiray imkana sidoo meel ku dhajiya tii allah tii way wasareysa mar hadii aan la timaadin wax walba ku hagaagay waxaan oo muwaadiniinta u soo jeediyay dalka jamhuuriyadda Soomaaliya u dhashay inay dalkooda ay maal gashadaan isla markaasina la yimaado iskaashi iyo wax wada qabsi hoteelada amaasoor ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliya ee Hargeysa iyo Berber iyo meelo kale oo wadanka ayaa ismaacad weyn guud ahaan soo jeeday dalka jamhuuriyadda Soomaaliya isla markaasina loogeeyay haatan bay inay ku soo yeertaan dadka ajnabka ahi Cabdi Salaan Xariir.